اللي بدك تدرك انه مشانه بدك ترجع مشانه دايما بتعمل بعمل هيك وبعمل اكثر من هيك شو بكم زيد الرحمن برو بحطكم بس اجي اقسم بالله العظيم برو انت كمان فاشل بدك تدفع شرط الجزائر اسمع بس ابروك شو طب شريك بس الشغله وحده بدي اياها منك طلع طبعا شنو المونتاج طلع 150 هاي اللقطه تبع التسريع التبطيء بسرعه مثلا سريع بتلاقي يكون مثل هيك وجدني اياها ولو طبعا الكليب وجدني تطلع من السياره فورا ايوه سكر بابك اول شيء كون بطيء بس سريع اوكي هاي اللقطه انا ما بقدر اعملها هذا ما وفك هذا مشروع هذا ايه ما بعرف انه مشروع المهم هي الطريقه بتعرف تساويها لا في عندي شاب اللي بيشتغل معي بيشتغل عندي مظبطها ما اظن يشتغل ببلاش انت طولي بالك عشان احكي معه المهم هاي الافيك ما ادري شو اسمه تمام بس هي الطريقه اسال لي يعني بدي اسوي ولا $100 ها تكلف $100 لك انا حكيت معك شيء لك ايه عم اقول لك بتكلف هيك يعني ابن بس على 17 سنه هلا جاي تعلمني انت لك يا ابن الحلال انا عم بحكي مع الزلمه انت ايش دخلك يا بشري بس اسال لي بيعرف يسويها هو بيعملها ولا لا مين اخذ راس سهمي بدي اقول لك احكي معه احكي ما شاء الله ايش عطل ايش يا عم قلك $100 نحن محيو جيت توسخن معي بشرفك لا فيش عم توسخن معك انا سويت طب خلق هلا كل ما بدك تسوي شغله تقول لي $100 $200 $300 ايه عن عرض الشغل معك ولو لا ترد عليه بس احكي معه يعني طلع اذا الزلمه ما كان بده ياخذ شيء بدك تخليه ياخذ ايش باكله؟ لك انت معي ولا ضدي؟ لك شو انا اليوم معك ولا ضدك؟ في عقد بيناتنا هلا مو هذا اثنيناتهم مو هذا معه هذا ما هو زين عم بيحكي انا مو مدير التصوير عندي لك دايد انا ما عم بقول له جيب لي ذهب جيب لي الماس جيب لي كاميرا ببلاش انا عم بقول له بس اساله هاي الحركه كيف تنعمل بس يقول لي اياها لك ما بدي شيء يلا هي بمصاري هو زين عم بقول لك ما بعرف هو بتصرف من اغله لك خلي انت لا ترد عليه بس احكي معه اساله اساله بيعرفك دق له دق له دق له دق له انا واثق انه تليفونه مقفول الله استغفر الله العظيم محيو ايشو انا بحكي معك شيء طلبت منك شيء اخي انا ما طلبت منك تعرف ليش لانه كل ما اقول لك جيب لي ابره بدك $100 لك جيب لي بسكويته بدك $200 لا ما بيحكي غير بالدولار كمان يا ابو حسن لا ما هو زلمه ما هو ما هو زلمه انت بدك اشتغل لك ببلاش يعني لا خي مشروع ويمكن مشروع كمان لك ايه انا معك يا اخي مشروع بس انه فهم لي اياها شلون يا اخي اذا هو بده اقول له لك والله العظيم عيب عليك والله العظيم عيب شلون عيب علي الزلمه لك يا ابو عزب يا ابو عزب خذ شوي يا ابو عزاب احكي بس افهمني كلمتين انا اذا اللي معي اذا هذا معي عاملين على اساس متفقين على اساس عم يشتغل معي عم يعلم العالم ياخذوا مني مصاري يعني ما منطق ما بعلم هو الزلمه ما بعلم انت عم تعلم ليش هلا الزلمه هذا اللي بدي احكي معه بلكي ما بده مصاري ما في حدا بيشتغل لك هيك بدون مصاري لك بلكي ما بده لك ليش اتعلمه ليش يعني ليش اتعلمه انا ما بحكي معك لك انت ما دخلك ابو عزاب شو ما دخلناه كمان ما عاد اسمه وعد على $100 $100 بعثت له على الواتساب ما رد النت انا بعرف ما برد بعرف يعني ايش يعني انت بس قول له بدي الحركه هذيك بس الحركه قلت لك تسريع وتبطيء بس اذا بيعرف خليه يحكي معك خلص بعدين بنشوف يعني خلص طالما قال له غلط ضروري بدي ياخذ منك بدي ياخذ منك ما كان ياخذ صار بدي ياخذ استغفر الله ايه اللي بتحكي؟ لا خير ما حلو انت بس افهم منك عم بغمزه ثواني نحن انا وانت عايش متفقين بالشغل هلا تعاقدنا نحن انه بدي اقدم لك كافه الخدمات سيناريو واخراج وتصوير وما بس ما كان فيها مونتاج لك يا ابن الحلال يا ابن الحلال انا ما عم بطلب منك تسوي مونتاج انا بدي اساوي وانا ما اضرب منك انت أنا بس اسالني شخص انت مساوي مونتاج بحياتك لك كم مليون فيديو سويت لك هل انت ايش دخلك بهذا الشيء لك انا ما بدي منك شيء يا اخي شغلك خير ما بدي شيء منك يا اخي خلص اي شغل عجنب انا عم بطلب منه يعلمني على طريقه المونتاج حركه واحده لك انت ليش هيك لك بدل ما توقف معي عم تعلم العالم علي ليش تعلم شوف هي مره ثانيه عم تساويها هم خلص يا شباب اسمع شو اول مره اسمع بعزام سوا فينا اول مره اخذني انا مكان اساس بدنا نروح مشان نسجل غنيه قام راح سوا فيني دا صار نروح من وراي عم بتفق مع الزلمه عشان ياخذ منه كمسيون انت شلون عرفت انا عم بتفق بك الزلمه ما عم بتفق معك انا بعرفه هذا بس على طول بخوف بلكي لمصلحتك انا اكبر غلط بحياتي اشتغلت معه اكبر غلط بحياتي على طول بخوفني هدي انت كمان على طول بخوفني لك يا اخي انت بزك بعرفه انا لك ايش بزي لك بزك عندي يا زلمه يا ابو عزاب هذا الزلمه عم بيروح من وراي لما عم يجيب لي حدا او عم يساعدني بشيء عم روح اقول لك شو انت انا مو في بالي بدك عقد شلون من وراك يعني طب انت ايش عم تسوي لك هذيك مره ايش ضليت عنده لحالك
بس ما حفظت بالحكي انت رحت اعتذر من الزلمه انا؟ خيو بلكي مشانك انت مسوي شغل كذا بالحكي من هالشيء ما نحكي يلا ما لا لا خليني غلطة شوف خلص بلكي مشروع هو انا ما بعرف انا ما بعرف الموضوع لسه نعم محيو حبيبي اسمعني كلمتين محيو طبعا حواتي مليانه لو شغل معك انا ما بدي انت استفدت فعلت شرط جزائي ومنقله ماني دافع شي روح خريه اذا خسام يساوي والله ماني دافع والله بشجنك روح والله بقطع لك ما هالشيء والله بقطع لك شيء شو مالك يا تعيان شو مالك خلص هدي والله بشجنك ابو عزاب انت معي ولا ما خلاص هدي انا معي حق اي حق انا ما زود هو انا حق هو حتى يجي يعلم لك يا اخي هذا الشاب غريب انا ما بعرفه 100% بس ليش يعلمه بلكي الزلمه كان بده يعمل لي هديه ما بيعمل لك هديه ما حدا بيعمل لك هديه هو اذا بدي اعمل هديه هذاك بدي اياها بالمصاري انا بس لا شغله ابوي اذا بقول لي السلام عليكم بدي اعمل لك مصاري ابو عزاب هيك من الاخير فاهم عارفين له اكثر ولا لي مين بتعرف اكثر انت استفر بعرفكم اثنيناتكم بس الزلمه اذا تترك انا بترك معه ليش اصلك تعرفه خلي بعضه يوم بعضه ساعة بروح معه أنا ما بروح معك إيش هدي فيك إيش هالحكي هذا إيش ترى خلاص يا زلمة إيه لك أنا راسي عبو جاني أنا اللي صار لي معك 4-5 سنين تتركني مشان هذا مو مشان هذا لا أنا صار لي 17 سنة بالمصلحة لا تقول هذا مخرج غصب عنك على اللي ماذا افتح لي علاقة بروك يا زلمة خلاص أنا بشريك إذا أنا بدك اسمع شوي أنت إذا بدي أساوي مثلك دق ندالي انت كل ما اطلب منك شغله تطلب لي تجيب لي ليره و10 و5 و100 و100 دولار و200 دولار انا بسوي مثلك انت هلا ادفع لي حق اجار ارضي البيت يلا اليوم انت عندي ايه عيب عليك ايه ايه سوي مثل ما انت عم تطلب مني حق كل شغله بطلب منك ايه هات اعطيني اجار بيت يلا انا جاي اصور مالك ما عندي شيء تصوره ايه خلاص ما عمرينا يلا اروح فلني اذا بدك روح ما عيب عليك اشوف بدك مو عيب عليك احط له حق ارضيه ما ارضيه مو عيب عليك هي ما عيب ما اسويه ما بتتعامل معه هو انت عندك ابو عذاب راسي بينفجر انا راسي بينفجر الله عم تقول لي بدك تترك ابن مشانه بدك ترجع مشانه بدك بعمل هيك وبعمل اكثر من هيك ايش بدك زيد احمد بحطكم بالسجن اقسم بالله العظيم مبروك انت كمان فاشل بدك تدفع شرط الجزائر اسمع بس مبروك شو احمد في شرط جزائر بتدفع رسم عليه مبروك شو خلص ما بلاش بس ثواني ابو عزاب انت انا وانت بس شو خليني احكي يا شباب انتوا رفعوا محيو بيني وبينك ما ضل شغل خلص تمام شوف تاخذ بضاعتك تاخذ عدتك كلها وتطلع بدك تروح معه انا معه انا معه على الموت بدك نزل ايدك احمد نزل ايدك جايبك شوف ابوي دخلنا المعروف نطلع المعروف يلا نزل ايدك شوي يلا روح نزل ايدك روح نعم عرض الشغل لا تقص الساعه عملنا شغل فيها ما تطلع مصاري جيب روحك طلع ما في مو خبريه ما في لا تنسى شوف والله العظيم هذا اللي عملناه هذا شو انا بحترم شايفك شايفتك اول شيء شوف شايفتي يصل انا مالي من يومي وبينك شوف احمد ايدك بتعاقد معك شيء انا بروك شوي بتعاقد معك شيء لما بروك شوي اسمعني كلمتين انا احترمت شايفتك ما مدد ايدي عليك دفشني اكثر مره ورا واحد بدلك بتعرف شو بسوي فيه؟ ايه ازيك سير؟ بدفنهم ارضه ابوي في قانون بينك روح خريه طلع خريه؟ والله لا يسجنك روح خريه والله لا يسجنك طلع خريه ايش تتعاقد معه؟ اي زلمه انت تسجنك ما كان شو في قانون اقعد حط ياب جن طلع حمودي انت الله هالكلام قلت له اطلع من بيتي وادفع ارضيه ما ارضيه هذا الكلام عيب لا اضرب لا اضرب لا اضرب ولا اضرب بدني هذا يا بني ادم ايش بدني انا زعلان هذا اكبر عيب هذا الكلام ابو عزاب اذا انت تركتني كرمال هذا يا عقد غصب عني ولا شو كرمال خلص القصة يعني شوف انت غريب وما طلب مني مصاري هذا عم اشتغل معي عم يطلب مني مصاري الا انا عرض الزوزه فيك زورونه وبعد بعد روح لا خلاص روح لا خلاص لا بعد انا ما بروح ادي 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 مقلب ايش معك مقلب ولوح
ايش بقوله؟ معقول انا حاسس على رشه؟ حطينا وين كاميرا؟ هذيك واحدة تاع طلعت هذيك في واحدة هنيك يا شيخ صلي ساعة هنيك لا يا حمودة ما عاد اتركك انا ما استفزني غير ابو حزام راسلنا في حزام لك يا شو شو مفكر انت؟ ما انا ابوي لا ابوي بس انت تعمل فينا معالم بس انت لك نحن وعدنا الجمهور وعدنا بالله الشباب نحن وقت نعمل مقلب نعمله على اصوله مو مثل هيك المقالب هيك يلا يلا قوم حيي الجمهور يلا دو خلص عيد فتح معي قوم لو وصلك 100 مره بتسوي بالعالم الشغل ما رزت معي بتشتغل معي بده يكون في مقالب بالنص ما بصير بقى متسويت بالشباب كله ما هي هلا هي قصص خاصه شو طلعت لي عني تعيب له معلش 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 انا استفزني الموضوع كله انا استفزني وعصبني اكثر شيء وعذاب لما عم يقول لي انا هو انا معه بترك معه اول مره ست سنين لك ست سنين مع بعض اول مره بترك بترك مش عارف عم عذاب مصاري مصاري بس هو مطلب يعني دوم حي الجمهور اخواتي انا صراحه ضايقني هالموضوع بكل تبع ابو عزاب تنشر وذكرنا نشوع قناته على قناته ولا ما على قناته انا ما ببلش هيك انا شوف كمان يوم خبيك انا شوف الموضوع ضايقني اكثر انه شف غريب يعني هلا عم علمه يدفع المصاري عم علمه يشتغل انت بتعرف هيك شغلات انا بصير بيناتنا ما حلوه انه يعني نعلم العالم على حالنا مشان يخوف لا ما غريب الا الشيطان كلياته اول مره الشيء بيطلع معنا بالفيديو هذا اخونا طبعا منان مدير تصويرنا ودائما وراء الكواليس منان مصور ان شاء الله من هون رايح رح يصير هو يصورنا بكل فيديوهاتنا ان شاء الله بس يعني ما توقعت انك حيط كاميرا هون شغلته جايين قبلنا على الاستديو البلدي مش هيظبط الكاميرا ما بعرف مفتاح انا اعطينا وحي قلت المفتاح خليه عندك يا زلمه ما بعرف هيك لا انا دخلت من الارجيله خلاص 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 كنت قطعه ايش طخ فيه روح ثانية ثانية رح يرد لكم شباب بس وحياة عيونكم ما لو رح انت بابا عزاب وغنوا ما خرجك يلا السلام عليكم شباب